بغيتي تعرف الجديد ديال كرة القدم الوطنية معلك إلا بقناة مالك بودكاست. من حظ الفوز من حظ كل التصفيق، يمكن أول برنامج عراقي يصفق لمنتخب فايز على منتخب بلده، كل التصفيق بارك الله تستاهل للمنتخب المغربي. نعم تستاهل. نعم رغم جراحاتنا ورغم الألم اللي بينا، لكن المغرب فريق محترم. عالمي محترم. شوف كابتن خليها مش على تصريح تفضل ما شكرت لازم نهني لازم نعطيه مجال. سيد يتوقعون الاخوان بالمغربيين اوكي احنا زعلانين على منتخبنا، بس منتخب المغرب يستاهل كل التبريك يا ماجد. بارك الله فيك وللمغرب وللجماهير المغربيه تستحقون وبجداره. بارك الله فيك. لا احد كان يتوقع في المغرب ان تكون النتيجه بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه. الشارع المغربي طبعا كان هناك نوع من التخوف بعد التعثر امام اوكرانيا، وبالتالي كنا نترقب هذه المباراه. عندما نتحدث عن كره القدم المغربيه ربما اشار امين لنقطه مهمه في مساله التلاحم بين كل مكونات كره القدم المغربيه. هناك منظومه وهناك اشراف، وطبيعي جدا ان يتم استشاره وليد الركراكي، وهذا امر طبيعي جدا لانه هو المشرف العام على كره القدم المغربيه. المنتخب المغربي عندما تعثر امام اوكرانيا كانت هناك زوبعه وردود فعل على مستوى الصحافه، حتى الجماهير تحاملت من خلال السوشيال ميديا، ولكنها في النهايه اقتنعت بانه هذا المنتخب ربما لكل جواد كبوه وربما ضاره نافعه. لم الصفوف رأينا منتخب بإضافة نوعية، منتخب يعرف ماذا يريد، ومنتخب يحترم الخصم العراقي. ما رأيته في هذه المباراة بأنه أين هذه الروح بالنسبة للمنتخب العراقي؟ الروح غائبة، التلاحم غير موجود، التجانس حلقة مبهمة، وبالتالي وجد المنتخب المغربي الأريحية لأننا لم نرى ردة الفعل الإيجابية من المنتخب العراقي الذي ربما شكك في إمكانيات لاعبيه. فلسفة المدرب الذي يجب أن يكون هو الداعم الأساسي لهؤلاء اللاعبين، وأشرت من خلال ليالي باريس من خلال حلقة البارحة بأن الجانب السيكولوجي مهم في دعم اللاعبين، وأشرت لهذه النقطة ووقفت عندها. وبالتالي أعتقد بأنه ما رأيناه بالنسبة للأداء العراقي بأنه يفتقد لمقومات المنتخب الذي عليه أن يراهن. أنت ستلعب بالكل من أجل الكل وترفع شعار التحدي لأنك تواجه منتخب عربي. هناك مجموعة من القواسم في فكر اللاعب العربي مع امتياز نسبي للمغرب، وأنا أشرت من خلال سارة ليالي باريس بالنسبة ليلة البارحة بأنني أرى المغرب هو الأقرب ليحقق نتيجة الفوز، ولكن ليس بهذه الطريقة. ما رأيناه اليوم الفوارق على كل المستويات. المنتخب المغربي صال وجال. كنت أترقب اختبار الدفاع المغربي لأنه على اعتبار بأننا رأينا خلل في منظومة الدفاع المغربي. لم نرى هذا الاختبار اليوم لأنه الكرة كانت كلها في اتجاه المرمى العراقي على مستوى كيف بليك أن تراه والكرة دي مع المغرب؟ طبعا استحواذ وكل شيء. حتى المغرب الذي عانى على مستوى التسديدات كانت حلقة مبهمة، رأيناه اليوم يسدد ولا أروع من خلال ما قدمه عبد الصمد الزلزولي. كابتن أمين طبعا تفضل لو في إشارة مهمة على مستوى الامتلاك. الإسبان لما سألوهم على في أول 2008-2010 لما جابوا الامتلاك سألوهم على الامتلاك الكرة، قال ماذا أسلوب هجومي رائع؟ قالوا لا احنا امتلاك الكرة بالنسبة لنا أسلوب دفاعي. قالوا كيف أسلوب دفاعي؟ قالوا قدم الكرة عنا احنا مطمئنين لأنه في الأخير نلعب بكرة واحدة. وهذا اللي يصير لما أنت الكرة عندك، انت في معناتها سيكوريتي. اما انك المنتخب العراقي تعطي الكره لاي منافس تخليها له 70% 70% 70%. كابتن انا لم ارى من خلال مباريات الدوره الاولمبيه الطريقه التي سجل بها الهدف الاول. امير تشارلسون هذا العملاق بمتر 95 لاعب بريمتس لم يرتقي حتى بانه بكل سهوله. هناك اريحيه حتى بانه رايناه وكانه يرى شباك فارغه. نقطه مهمه واساسيه، مسألة المغرب تفوق على نفسه من خلال استغلال واستثمار موضوع التسديد. هدف الزلزولي سيكون الأروع ربما ومن أجمل الأهداف في هذه البطولة. لا طبعا هناك كرة القدم ما دامت موجودة وملعوبة الأهداف تبقى بإضافة وبسحر وبنكهة تختلف. قف عند أشرف حكيمي، ما هذا يا هذا؟
هذا الاستثنائي الكبير المميز القطار السريع، وأشرت منذ بداية اللعب والدورة بأن المغرب يمتلك مدربين، مدرب في دكة البدلاء ومدرب آخر داخل رقعة الملعب. الدعم المعنوي والدعم النفسي والترابط والإمكانيات الكبيرة على المجهود البدني يتنقل شمالا ويمينا عرضا وطولا بهذا الحضور. الهدف الأول ما يصير يعني بالجزاء براحته يعني. طبعا طبعا أشرف حكيمي للتاريخ، أشرف حكيمي للتاريخ هو لون آخر في فلسفة الأداء الكروي. ليست له هوية برازيلية أو فرنسية أو أنجلوساكسونية، هو صناعة مغربية صرفة تصدر الإبداع والحضور، وأصفق لما يقدمه هذا اللاعب. والمنتخب المغربي هو جزء من الوطن العربي، بالتالي احنا شجعهم وأقول good luck وأقول حق الكابتن الحضري مبروك على الفوز اليوم. ليش اعتمد أوكي طارق السكتاوي على 13 محترف ولم يعتمد على لاعبين ممكن مواهب روعة بالدوري المغربي؟ جميل جدا. هناك انضباط من هذه الأسماء ولديها القناعة بأن هناك ربان يدرك إمكانيات كل لاعب ومتى يوظف هذا اللاعب. بدليل عبد الصمد الزلزولي الذي دخل بديلا في أول مباراة لم يقدم الأداء المطلوب. نعم. أتيحت له الفرصة كاملة ولم يقدم الأداء المطلوب، وكانت انتقادات من الشارع المغربي ومن الصحافة المغربية. طارق سكيتيوي كانت له قناعة بإمكانيات اللاعب، لاعب اليوم أكد ذلك من خلال هدف تاريخي في مرمى العراق. إذن هناك مدرب يؤمن بماذا يريد. هذا المدرب الذي ربما وقف حاجزا أمام وسائل الإعلام المغربية ورفع عنوان التعتيم على معسكر المنتخب المغربي كانت لديه فلسفة انتقدته الصحافة، الجمهور تساءل، آمن بإمكانياته، قال أفكر في الدور الثاني، تحقق المطلوب. ومن الأشياء التي أثارت الانتباه رغم الموجة والانتقادات، أجمل شيء أن تستفيد من الجوانب الإيجابية في مسألة سلبية، وأتحدث هنا عن التعثر أمام المنتخب الأوكراني. كانت هناك منظومة، كان هناك احتواء وتصحيح الأخطاء. لماذا أشرت للعراس التي شاركت في كأس العالم؟ وهنا جوهر الموضوع، بلال الخنوس ما قدمه يقدم كدرس، ولعب في كأس العالم اليوم إضافة نوعية. عبد الصمد الزلزولي شارك في كأس العالم، إذن هناك منظومة، أسماء تضيف حتى فوق الأسماء التي تفوق 23. أنا أختلف معك في نقطتين، أحبك وعلى رأسي من فوق نحن أختلف معك نقطتين. اليوم الاعتماد على أكثرية اللاعبين ينشطون خارج المغرب هو توجه الاتحادية المغربية من مدة. وليش توجه طارق سكيتيوي؟ هو توجه مفروض بمنهجية ماشي فيها الاتحاد المغربي، شفناه مع الفريق الأول نجحت، وفي ديبارتمنت كامل في الاتحادية المغربية يشتغل على جلب اللاعبين الذين هم معناتها من أصول مغاربية ولدوا خارج أصول مغربية مش مغاربية، مغربية أصول مغربية مولودين خارج المغرب وتكونوا في أوروبا. هذا معناتها توجه الاتحادية، معناتها يفرض ويجد الأرضية سهلة أمام سكيتيوي. هذا واحد. اثنين، لا بس وين الخلل؟ اشرح لي باش نفهم. لا قلت لي انا ضدك في بعض الاشياء. لا في هذه مش سكيتيوي، معناتها مفروض عليه لانه هذا منهج الاتحاديه المغربيه. انا حكت بانهم حابني احكي لك عن منظومه الاتحاد. لا لا منظومه الاتحاد معناتها هذا مش الاتحاديه، مش الاتحاد معناتها مش يعني انت تؤمن بمدرب اتحاد فرض عليه؟ لا مش فرض. لا 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 هذا يا اخي والله بدك تتكلمون به كثير بخلاف المنطق. مش هذا. أنا اليوم مدرب أجيب الأدوات التقليمية محلي أو محترف. لا لا أنا مو كل أجيب البرازيل منتخب البرازيل من كم لاعب وكم كم كبير من اللاعبين خارج البرازيل. أفهم الفكرة أخوي. أكو كذلك من داخل الدولة. أفهم الفكرة وضح لي فكرة من أنه والله ما فهم. أنا ما فهمت والله ما فهمت لك يا أمين. الاتحاد المغربي لكرة القدم من سنين خذا منهج الاعتماد على اللاعبين المغربية اللي عندهم أصول مغربية. مشروع المشروع اللي حطه الاتحاد المغربي. صح، هذا مشروع حطه الاتحاد المغربي. أي مدرب يجي يدرب الفريق الأول أو الفريق الثاني معناتها الأولمبي أو فريق الأقل من 19 أو فريق من 17 يعرف أنه عنده مادة خارج المغرب لازم يعتمد عليها، هي أوبشن الأولى وهي الأوبشن المربحة، وهذا اللي ماشي فيه الاتفاق ماشي فيه المغرب. لكن هذا معناتها مشروع، وهذا ناس مشات خدمة على روحها وفهمت أنه لتجاري نسق كرة القدم على المستوى العالي يجب أن تعتمد على لاعبين متكونين على أسس صحيحة خارج المغرب. هذا معناتها مش مفروض أولا
الاولويه لهم كابتن. صح الاولويه لهم ولكن الباب مفتوح للاعب. علاش ما توقفوا عند نقطه انتقال المهدي موهوب في معسكر فرنسا بتألقه في الدوري المغربي الذي يعتبر من افضل الدوريات ينتقل للاعب المحلي؟ بس الفوارق سامحني هذا مفتوح حتى الرحيمي لما كان في 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 اذا شنو فائده الدوري؟ اذا ما نسوي دوري؟ ليش ليش نصرف على الدوري؟ لا مش هكا. لا انا بتصرف على الدوري بالله عليك. لا لا كابتن 4 4 5 محترف في 10 5 يدافعوا مصاحب محلي بالمغرب. انا والله ما كان قاطع كثير، انا لا اقاطع، ولكن وضح لي أين هو ربما ماجد وأمين بس لماذا تطرق؟ علق على كلامي، أنا بغيت نفهم في النقطة الأولى. معناتها أنت قلت سكيتيوي هو معناتها الذي معناتها هو الذي عول على اللاعبين الأوروبيين. أنا قلت لك معناتها هذا قلت قبل ذلك بأن وليد الرقراقي هو المشرف لا العام. لا خليني نكمل. هذا معناتها مشروع اتحادية أعطاته طيب. المادة قدامه قالت له تفضل هذه المادة، هو انخرط في المشروع. هذه واحدة. اثنين، تصر دائما على أنه أشرف الحكيمي معناتها منتوج مغربي محلي وقت اللي هو أشرف الحكيمي من عمره 17 سنة في ريال مدريد. بغض النظر أنا مع أشرف حكيمي، نقول لك لو أشرف حكيمي ظل في سانتياغو برنابيو بفلسفة الريال لا بلغ نجومية أكثر من ذلك. استفاد كثيرا، ولكن اليوم أدافع عن إمكانيات وليد الركراكي بأنه منتوج مغربي يصدر الإبداع عالمي. شكرا ماجد، شكرا أمين. أبو حيدر يعني لما نحكي عن المنتخب المغربي، المنتخب المغربي من أول مباراة بالبطولة حقق نتيجة الفوز على المنتخب الأرجنتيني، وإحنا يعني شفنا أن هي مش مفاجأة. لا، كان في أداء وكان في روح وفي نظام وفي فريق يحترم بالملعب، عارف واجبات الدفاعية والهجومية، والروح القتالية موجودة، والاستحواذ موجود، والتحرك بدون كرة موجود، والتنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي، كل شيء بكرة القدم شاهدنا مباراة الأرجنتين. رغم الخسارة من أوكرانيا المباراة الثانية، ولكن كان الأفضل هو المنتخب المغربي، مسيطر على المباراة بأغلب أوقاتها. بضربة حظ المنتخب الأوكراني استطاع أنه يفوز على المنتخب المغربي. الخسارة لا هزت المنتخب المغربي ولا أثرت على المنتخب المغربي ولا أثر الإعلام على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي واثق من حاله. اليوم احنا توقعنا نكون في ندية من المنتخب العراقي، ولكن المنتخب المغربي على نفس الليفل وعلى نفس المستوى. المنتخب المغربي ما قدم شيء أكثر من ما قدمه بمباراتين الماضيات، ولكن المنتخب العراقي هو من خلى المنتخب المغربي يتعملق اليوم ويسيطر على المباراة كاملة. المنتخب العراقي اليوم مو حاضر. المنتخب العراقي لا دفاعيا ولا هجوميا ولا تنظيميا ولا شيء يذكر بكرة القدم. ولكن احنا كمان خلينا نكون واقعيين، احنا دائما المدرب الشماعة. احنا كعرب المنتخب خسر، المدرب هو المسؤول، ودائما المدرب هو مسؤول عن 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 الخسارة. ولكن ايضا كمان اللاعبين الجيل الموجود بالمنتخب الاولمبي، الجيل العراقي اليوم ما في مواهب الصراحه. خلينا نكون صريحين دائما كره القدم. كابتن خلينا كمل المنتخب العراقي دائما الجيل منتخب الاولمبي يكون فيه 11 موهبه. اليوم لما يكون عندي موهبتين او ثلاث، عنده 4 موهبة على الاقل، ايش انا بدي اعمل قدام منتخبات نفس اوكرانيا نفس المغرب نفس الارجنتين؟ نظم روح دفاعي. احنا اوكي كابتن، كابتن هل يعقل مدرب مو عارف الفريق المنافس اللي قدامه وحلل الفريق واعطى الخطه المناسبه وعارف انه احنا المفروض انه انا بحكي لك عن الكابتن راضي بس خلينا نكمل. في شيء سامحني، في شيء قال ما عنده حتى علاقه بكره القدم. لما تدخل لي انا نخرج الشوط الاول متعادل، لا 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 هذا ما عادش موجود. سامحني، في 2024 5 ما عادش موجود هالشيء هذا. انت اسمع، انت اي مدرب في العالم عنده معناتها طريقه اثنين ثلاثه يدخل بهم للملعب وللمباراه، اقل شيء انك تكون منظم دفاعيا. انت دوره كامله ثلاثه مباريات ماكو منظم دفاعيا، معناتها ما نجمش اليوم، مع كل احتراماتي للكابتن راضي، ما نجمش اليوم يكون مسؤول. مش هقول المغرب ان المغرب تبع افريقيا،
انا هقول منتخب اوروبي. ليه؟ كل اللعيبه اللي موجوده عم ماجد عندكم في المغرب اغلبها كلها ناس محترفين وبتلعب في انديه كبيره. 70% 70 ماشي همش 70 لا ما انت اغلبهم صحيح ماشي ماشي ما في مشاكل بس هعتبره منتخب اوروبي. ليه؟ لان كل لعيبته بتلعب في اوروبا. اوكرانيا هتقول لي في لعيبه بتلعب في الدوري الاوكراني كانها في اوروبا. نفس الحكايه منتخب الارجنتين. طيب المنتخب العراقي كم لاعب عنده محترف؟ انت كنت النهارده اتكلمت بكابتن راضي. كابتن راضي احنا لو احنا هنتكلم عنده لعيبه محترفين اكيد، بس في انديه ممكن ما تكونش وافقت. ممكن وتصفيقك للمنتخب المغربي ايضا هذه مهنيه وفيها ايضا فيها دعم معنوي كبير. احنا لك ابو صالح انت عملت عمايل ربنا يخليك يا ابو صالح تدخل لي بالمباراه حبيب قلبي ابو صقر زين لا ابو صقر زين بس خلونا نبدا شويه انا ما يخالف انا ما ابي اتكلم عن هالمباراه انا بتكلم بشكل عام لان اكو محطات يمكن سبق ونتكلمنا فيها